ليش عم تصفقوله؟ لسه ما بلش. العم شو شاطرين بالطبطبي. هات لشوف. نحن للآووش جند فش رئبي دم علا. ناجت اللي الدم؟ هاي مستعملة بالموسيقى. الدم والتك. دم تك اس. ها. دم تك اس. بس نحن مو كاتبين لك ياها. اضطريت حطها مشان كمل الوزن الشعري، لأنه نقصني حرفين لتكمل التفعيلة. حرفين؟ قلي كنت بجيب لك أنا كيس جفاس حروف. عصلجت معي بالليل وانت كنت نايم، ما حبيت ازعجك. يا أخي ازعجني أنا ليش هون قاعد؟ لك ازعجني ولا تزعجني بالدم تبعك. شو نحط بدالها؟ جرب لي يا بدال الدم. هيا رالي نشوف كيف صار. نحن للآووش جند فش رئبي يا علا. هيك أقوى مو هيك؟ هيك. كمل. هاماتنا للطيارات مطار، فجر صبح انجلى، يومنا شمس، ليلنا قمر، قاووشنا ربيع وفلا. حلو حلو حلو. هلا سفوله. انا مرتاح كتير كتير نفسيا لهالنتائج. ايمتى بيخلص للحينو؟ انا بكفيني معاناة، حاجتي كلف غيري باللحن. خليني عم بحكي معك باللطافة وجلت المانية، انت بدك تلحنه. اكلف زبادي. زبادي مو شغلته. هلا انت شو كنت تشتغل قبل ما تقدح الرجال بالساطور ويجيبوك لهون؟ كنت اشتغل باللحم. لحم لحم قراب من بعضهم، حدا سنته قراب؟ ابدا. خاف يطلع اللحن مدهن وما يعجبك. اعمله مسوف. تعرف معلم اذا بيبدا هيك بابا 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 بابا. المشكلة ما عنا آلات موسيقية. وليش الآلات الموسيقية؟ هلا شو أقدم آلة موسيقية؟ الطبلو. لا يا طبل، زوزة الحلق. زبيدي عيدها عيدها، هي اللي قلتها عيدها، قولها لشوف. سمعني بابا 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 بابا. تفضل هاي برزان، قولوها كلكم سوا لشوف. واحد اثنين ثلاثة. بابا 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 بابا. ايه شو بدك احن من هيك فرقة؟ نشاز معلم، باعتبار كتبناه جماعي، ليش ما منلحنه جماعي؟ ما بيزبط، شنو كل واحد نوزانه شكل. هات انا بلحنه، انا بلحنه. اسمعوا لشوف، بتقولوا معي ها. نحن للقاووش جند. نحن للقاووش جند. هذا اللحن مسروق. منين مسروق؟ لسه هلا طلع معي. هذا لحن لسه فاكر قلبي. نحن للقاووش جند. مظبوط معلم مسروق. لعمة ولحقوا يسرقوه قبل ما لحنوا. أحبك أحبك يا قاووشي، لما لا أحبك؟ أحبكم يا زملائي. قاووشي الحبيب، لما لا أحبك؟ لك يا أخي خلصونا، قلتولنا الافتتاح الساعة 8 وهلأ صارت 10:30 ونحن مصلوبين على أحبك ولم لا أحبك. اصمت يا مواطن، نعتذر عن هذا العطل الفني. نعم لما لا أحبك يا قاوم. جاهزين جاهزين، اطلع على الهواء. رح يبلشوا قوم. أيها الأحبة، نحن الآن في بث حي ومباشر، حيث يتفضل الحوت أبو عنتر الحوت بقص الشريط ويفتتح محطة تلفزيون القاووش اق ان ان بالابيض والاسود.
شكراً شكراً. وبهذه المناسبة نجري معه حواراً. نعم حواراً. نتعرف عليك. أبو عنتر الحوت، معلم الحكم الذاتي في هذا القاوش. ما رأيكم؟ نعم، ما رأيكم بهذا الإنجاز؟ إنه إنجاز عظيم، يجعلنا نشعر بالعز والسؤدد، لأنه إنجاز من إنجازنا. كيف ترون؟ نعم، كيف ترون دور هذه المحطة في خدمة جماهير القاووش؟ الحقيقة أرى أن لها دورا هاما. مفترضين وجودها؟ نعم، مفترضين وجودها. ما هي الخطوات التالية؟ نعم، الخطوات التالية في مجال الإعلام. سيكون هناك خطوات تالية، نعم، سنعلن عنها في حينها. عملوا لنا تلفزيون ملون. ها، هذه خطوة تالية. شكرا. نعم شكرا لتفضلكم بهذا اللقاء. عفوا. نعم عفوا. بمناسبة افتتاح محطتنا نقدم لكم الآن نشيد المحطة، وهو يذاع لأول مرة، وهو من تأليف وتلحين الفنان الكبير، نعم الفنان الكبير لؤز الأول. بقيادة المايسترو أبو عنتر الحوت. مستعدين؟ مستعدين. سمعني الصورة لشوف. بحنية. أحن. منيح. برزان سمعني. أنا من الأساس ما بدي إياك بالفرقة. مين فرضك علي ما عم بعرف. منيح. معالي حلو. واحد اثنين ثلاثة. ربيع وغلا.
مالي سمعان فيها. الله العليم يفاكه فرنجية. وانت ليش ما بتجيب لنا افوكا؟ بالله شو انا قدرتي على الافوكا؟ هو طلع وتبحبح بعدين حقلت له 10 ورقات. العمى شو الفاكهه هي؟ شو بيعرفني؟ لك سمعتي على السمعة؟ قال كل كم يوم بياخذهم عن مطعم يعشيه. معقول ال500 تمد معه كل الان؟ وانت الثاني صاير عم توفر يعني. وايش عم بوفر؟ عم تشرب الارجيله بلا تنباكو ناره. هذا مو توفير لحتى ما يقطشوا المشهد، لانه الارجيله بالمسلسلات ممنوعه. لك ليكون عم بيلعب دفتر الدكان. ما بعرف. لا ابن اختي طول عمره امين، بعدين عم بيأرجيني الحساب بعيني. وين الحساب؟ شحوا هي حق البيت ويضرب 5%. قديش بيطلعوا هدول؟ 40,000 تقسيم 100 ضرب 5. شو شايفك صرت سريع على الآلة؟ أخذت إيدي عليها 2,000 ليرة وفرق سعر المتر. لك وطي صوتك. وفرق سعر المتر 2,500 صاروا 4,500. صح، بس كاش ما ضل معي اليوم، بتحب اكتب لك شك. أنا ما بحب الشكات، بحب أقبضهم شندي. أصبح بكرة ببعت لك ياهو. لا لا تبعت لي شي بكرة، أنا بمرق لعندها مو بكرة بعد بكرة. شنو بكرة؟ عيد الصداقة العالمي. عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالآوش بينهم، يا ليت دون كبيدا ما بعدها بيد. مساء الخير إليكم نشرة الأخبار. يغادرنا صباح غد الحوت أبو عنتر الحوت للقاء أحبته في عيد الصداقة العالمي، ونرجو له خروجا سعيدا وعودة ميمونة إلى ربوع القاوش. هذا وقد أناب عنه الليفتانت زبيدي الصخري في تسيير أمور القاوش طيلة فترة غيابه. ويكون بتسمعوا كلمته ها كأنه أنا موجود. حاضر. وستجري له مراسم وداع غدا صباحا، سنعلن عنها في فترتنا الصباحية بعد أن يوقع مدير السجن أوراق الإخلاء. في نبأ عاجل من وكالة بريزون بريس أن هتلر قد مات انتحارا في مبنى الرايخ الثالث بعد هزيمة قواته أمام قوات الحلفاء. تضرب أنت والخبر، شنو عمره 40 سنة؟ إيش بدنا نعمل معلم إذا عم يجيبونا الأكل ملفوف بجرائد قديمة؟ لكان ننتقلوا للفقرة الثانية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، الوقت الآن للإعلانات. بحب الإعلانات. أنا بقى وأختي بقى وأمي بقى وأبي بقى، نسرح ونمرح بالقوش، لا من نام ولا من خلي حدا ينام. يا مغيث الضرابة، للقضاء على الحشرات الزاحفة يلزمنا موزعون لباقي القواويش. الضرابة. جولة في عالم الطب، وللطب عالمه. نعم للطب عالمه. ندوة مع الدكتور كحة الرئوي ليحدثنا عن مضار التدخين. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا. التدخين دائما التدخين، هل حقيقة أن التدخين مضر أم أنها مجرد شائعات لضرب الاقتصاد الدخاني؟ مضر. ما أوجه الضرر فيه؟ أو بمعنى أوضح، ما ضرر الأوجه فيه؟ التدخين يؤدي إلى تصلب الشرايين فالموت. فقط. وارتفاعا في الضغط فالموت. فقط. وسرطان الرئة فالموت. فقط. فقط.